اخي ما انا قد اخرتك يا اخي عليك الله يا اخي. يا اخي ما مشيت الفرن يا اخي، العيش البارد يا اخواننا ما بيتاكل ما بيتاكل، مشيت الفرن وبعدها كل عين عيش سيم بس واقف الصف من الصباح. يا زين مالك ساكت ما من قبل قاعد يتكلم يا اخي، خلي الزول عليك الله، خد وركب وراح يا اخي اركب يا اخي. عدي بينا يا ريس اركب يا دكتور. ما كان في داعي للتعب، ما كنت خلينا نمشي النادي مش كان احسن؟ يا دكتور انت ما سمعت الرائد عز الدين ده بوجه له اتهام صريح كده يا اخي. يا دكتور، يا دكتور يا اخي ما تكبر المساله، اصلا ناس مباحثه شغل ده ما بيسال اسئله ده استجواب. يا زول يا زول هوي، انت بينك وبين الموت قرابه ولا شنو؟ دي مويه مويه ساي. مويه شنو يا اخي؟ مويه شنو ده تمسح لك انجلاك ساي؟ تمسح تمساح الا عجلك ما تم مساكت. قوم يا اخي ابعد 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 يا اخي من هنا عليك الله يا اخي. حمدان جهز التبنقه، قوم يا اخي امرك امرك. هلا هلا انتوا ما شفتوا؟ نحن اولاد المجر ده، نحن اولاد البحر ده، اي صوت بنفرزه يعني بنعرف الضربه دي ضربه تمساح ولا ضربه سمكه كبيره. انت داير تجي تورينا الاصوات ليله البحر؟ حمدان جهز الحله، اتعشى ما ادري الليله. ابعد ابعد من هنا عليك الله يا اخي، زح زح ابعد يا اخي. قد في حاجة أنا ما فاهمها، وأنت في حاجة عارفها وأنا ما عارفها. نحن لما دخلنا المستشفى دي وطلعنا منها، طلعنا منها مع بعض. بس امبارح أنا كنت براي. قصدك شنو؟ يعني شكوا فيني؟ أنت ما سمعت الرائد عز الدين قال شنو؟ قال القروش. القروش يا دكتور. كان بيقصد عباس؟ لا، كان بيقصد زول تاني. منو؟ أنا؟ خفت من التمساح؟ الظلمولة، أنا ما بخاف من الحيوان، بخاف من الإنسان بكرعين ده. لكن الظاهر الحجمة دي خلتك بقيت عاقل وكلامك موزون، كلام ناس عاقلين ما مجانين. الأول قالوا لك أنا ما عاقل؟ حمدان حمدان جهز الحلة. مهما قلت لك حاول تتحملها يا عبد العاطف. انا ما بلغت الا بعد ما الموضوع بقى على كل لسان. دي اختي وانا بعرفها، ما احترضها. انا مستغرب انه ليه متكتم عليه حاجه زي دي. عمو انا عايزه بابا. خلاص ما في داعي تبكي. سعد أهون ديل بنات أخوك، عايز تقول لهم شنو؟ هدى خلاص أنا طبعا بلغت البوليس. بلغت البوليس؟ وكمان بتقول الكلام ده في وشهم؟ ما لازم يبلغ البوليس. عبد العاطي أنا كلمتك مليون مرة، قلت لك أمرك من الموضوع ده. وما بلغ البوليس إلا بعد الحكاية بقيت على كل لسان. يعني انت جاي نص الليل عشان تقول الكلام ده؟ لا سعد مسافر البلد. مسافر البلد؟ عمرو انت ماشي البلد؟ جوا يا بنات يلا. قلت جوا يعني جوا. سناء بتعمل فيه دغره غلط؟
الغرض اللي بيعمل فيه عم البنات اللي ما عندهم غيره. الله يسامح. والله انا ما عارف انت توم وكيفين اهو رايح وما معروف لو اي حته وانت داير تسافر البلد. انت عندك شنو في البلد؟ انا عندي امانات بتاعت ناس لازم اوصيلها ليهم. امانات الناس ولا بنات اخوك؟ افتكر بنات اخوي انا ما مقصر منهم. كل واحدة عندها حساب باسمها منفصل في البنك تصرف منه زي ما هي عايزة. القروش ما كله حاجة. انت عايزة انا اخلي مصالحي ومشاغلي واتكسر معاك هنا؟ وبنات اخوك ما بيستحق منك ده؟ سناء الله يسامحك برضه. الله يسامحك الله يسامحك. انا عملت شنو قول لي؟ عملت شنو؟ انا غلطت في شنو؟ سناء قال لك عنده امانات داري وصيلة لأهلها. انت بالذات تسكت ساكت. مش كفاية انه هو شغلك سواك عنده كمان دار تبقى له محامي؟ عبد العاطي انا تاني ما حاقعد في البيت ده ولا دقيقة واحدة. سعيد حسين سعيد دكتوراه في العلوم الإنسانية ما قبل الميلاد وإلى الآن. ليلى. أيوة ليلى. ليلى ممكن تكون هي الحل لأنها هي الوحيدة اللي ممكن تكون عارفة سعيد وين. دكتور كمال وين؟ دكتور كمال اهلا يا عبد العاطي. انا من هنا طبعا حواصل طوالي على البلد. تواصل كيف يعني؟ ها احنا ماشيين مع بعض يا اخي. اي ما في مشكله يا اخي. انا ما انت لو ما عارف الطريق انا ممكن اوصل يا اخي. يا سيدي الطريق ما فيه اي مشكله. تعرف الطريق زي زمان؟ الطريق بقى سالك زلط لغايه الحل جوا. اي لكن انا ما قفايا عوج زي ما بقول. رجاء يا عبد العاطي يا اخوي. لا رجاء ولا حاجه. سعد انت بخيل ولا شو؟ انت في بيتي يا اخي. شوف اصحى نخش جوا نريح وبعدين نمشي بمهلتنا يا اخي. طيب نريح ونتحرك طوالي بيد ما في اي مشكله. تفضل تفضل. يا بيت شوفي منو في الباب خليه يخش. منو؟ السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. كيف الحاجة؟ مرحبا. تمام. عليكم السلام. انا اتفضل. شكرا شكرا يا حاجة. انا دكتور يوسف. ليلى شغالة معي في المستشفى. كلمتني عنك. اتفضل اتفضل. لا شكرا شكرا. معلش انا مستعجل. ممكن تنادي لي؟ ليلى. ليلى ما في. ما في. مش وين؟ يوهانس المباحث من الصباح وصعب وعي سوت شنو من الدنيا دي؟ المباحث؟ عمل شنو ليلى؟ المباحث؟ القضية بدت ولا شنو؟ طيب يا حبي طيب طيب. انت ما متهمه باي حاجه. كل اللي عايزينه منك معلومات عن سعيد حسين سعيد. فما تخافي وتكلمي. انا ما خايفه. الحمد لله. طالما خايفه قول. انا اخر ممرضه جيت للمستشفى دي. قول. دكتورة ما ممرضة وكان دايما. ممكن نخش في الموضوع؟ جابك المستشفى كيف؟ أنا كنت قاعدة أقول لدكتور يوسف كل الظروف المأتية اللي بتحصل لي في البيت. هو قال لي في شغل في المستشفى وقال لي بديك قروش كويسة
يلا ايه رايك شنو تيجي تشتغلي معانا؟ بعدين بعدين جبت شهاداتي وقدمت عليهم. ليه هم؟ ايوه وقدمت عليهم وكان معاهم. لا ليه ولا ليهم؟ انت قلت قدمتها ليهم صح؟ كم معاهم دكتور؟ قولي كان معاهم دكتور كمال. كان دكتور كمال مسؤول من الشؤون الإدارية في المستشفى. ادخل يا سعادة، في واحد عاوز يجيب سيادتك. خليه يخش. تفضل. اهلا سعيد حسين سعيد، وينك يا راجل؟ سعيد والله. لو حاتك ده سعيد ذات النظيف ده يا هو ذات سعيد. قريبه انه وريها له يشوف ده هو ولا ما اديك الجريده توريها له. اي سمع فارح، انا كان دروف مكانك في لو براي عرف مشان كده ناديتك وبكلمك فاضاني. ده داري فارح تجي له جريده وتبدا له. يا اخي ما تخلينا نعرف ده هو ولا لا. ظلمونا يا اخوي، فضلنا نطرقه. يمكن يكون حرامي ولا كتال كتل ولا يكون معارض مع ناس السياسه ذي اللي جايين نساي. ها سعيد الهويين ده. الهويين ده فضل مولى اخوي اجاب صورته في الجرايد شنو؟ يعني ناس انت خلاص تاكدت انه ده هو ذاته؟ فضل مولى اخوي الزول ده خير نفارق. والله الزول ذاته شيء. ان جميل الموت يقع فوق التمساح، ان جميل التمساح يقع فوق فضل مولى. بس انا قلت لك داري قتله. انتوا برضو عايزين تقتلوا سعيد حسين سعيد؟ يا زول هوي ما في زول داري قتلك ولا حاجه. انا سمعتك انت بتقول لي اقتله. يا اخي انت قلبك ده ما فوق رحمه؟ حاسس كده كويس؟ اسعى كده كويس؟ يا زول ده انت ولا ما انت؟ ده انت ولا ما انت؟ ده انت ولا لا؟ ده انت ولا لا؟ لا 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 لا. خلاص ارتحت. اي ارتحت. جننتوا بعد ما كنا خلاص بقى كويس جننتوا تاني؟ الزول ده ما مجنون، الزول ده ما مجنون. انت مسكين والله العظيم، والله العظيم مسكين غيرك انت ده ما في. ده اخو سعيد ذكر الدكتور انه خش المستشفى على اساس انه سعيد، وبرضه دكتور يوسف هو اتدخل المستشفى واداه مجموعه من الحقن المنومه، وكلامه بيتطابق مع كلام ليلى. انت اللي قدمت البلاء؟ نعم سيادتك، انا اصلا مقيم في الخارج وجيت في اجازه. انا تاكدت من كل الاوراق صحيحه وسليمه. لا خلاص ما في مشكله، ممكن يمشي ويزعتني له وان شاء الله انا استدعيه. بس سيادتك هو مسافر البلد. لا ما في مشكله، يسافر طوال يعني، وما في مشكلة يعني إذا احتجنا برضو بيرسله يعني. تفضل ما في مشكلة. شكرا سيادة. الحمد لله على السلامة، إجازة سعيدة إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. تمام والله الحمد لله. الحمد لله. ما حضرتي المحاضرة بتاعت الدكتور جعفر ليه؟ سأل منك مرتين على فكرة. ما مشكلة هعتذر له. لكن يعني في أكثر من الاعتذار؟ شوفي دكتور جعفر ده بالذات ما بيقبل عذرك إلا في حالتين اثنين وبس، يا تكوني جنيتي ولا متي. خلاص ما بدي رغم هعتذر له ويلا عن إذنكم.
دقيقة يا دهان، ماشي ليه؟ عاوزين ونسة كده، شيرين كده ظريف نتونس ونمشي. ام سوري، هخليكم للبلياردو بتاعكم، هنتقابل بعد المحاضرة. يلا منتظر شنو؟ يلا منتظر التعزيميني بارد. كيف كان الحادث؟ الله كان رهيب، لكن الحمد لله ربنا نجانا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أحكي لي الحصل شنو؟ الحادث كان كيف؟ الحادث؟ أي الحادث؟ هو في حاجة ثانية؟ لا هو بس الضابط قال لقوا قروش في العربية. الرائد عز الدين. أيوة. طيب أنت ليه ما وقفت لما الشرطة أشرت لك وقالت لك كيف؟ لا هم قالوا كده. وفي حاجة غير كده؟ لا ما أنا كنت أصلا حقيف، لكن خفت من شنو؟ الله يعني الرخصة كانت منتهية وقلت يعني منتهية ولا مزورة؟ ومنو العرف؟ لا قصدي منو قال؟ من العرف دي شغلتنا يا سيد عباس ولا زكي؟ زكي؟ لا مصطفى. ولا أقول لك جاك أجمل. أنا عاوز محامي. جدا جدا يا سيد لوركا. وكمان لوركا؟ لا أنا ما فاهم أي حاجة. أنا حتفهم لما نرجع الرائد عز الدين بالمضبوطات، حتفهم كل حاجة. أنا منتظر من الصباح، المسألة لا يمكن تنتظر أكثر من كده. أرجوك يا دكتور. أنا الأرجوك، أنت عارفة أنت الزول الوحيد العارف على أختي أنا بسعيد. أنت بتعرف حاجة عن بابا؟ يا ريت يا هدى أعرف حاجة، لكن الحاجة الوحيدة اللي عايز أعرفها منك أنت يعني أنه دمنو. أنا دكتور يوسف. سوري دكتور يوسف، أنا آسفة. أنت عايز هدى؟ تاكسي. معقول شفت المفاجأة دي؟ دكتور جحفر؟ كيف يا دكتور؟ ورقة الشومة يا أخي. كيف أحوالك؟ يا أخي مشتاقين. عليك الله. كيف خالتي صفية؟ واللقيمات الجميل وشاي المغرب. يا أخي أنت لسه مذكر يا أخي. كيف يا أخي؟ كده أول حاجة أقول لك حاجة؟ داري تذكر زي أيام زمان، التحية بتاعتنا الزمان تذكر. يا أخي عليك الله دوقتي يا أخي زيك يا دكتور يا أخي ورقة الشومة يا أخي. الله يبارك فيك. قوم له شرب الشاي يا اخي. احلك الله من الشاي ده ما بقدر عليه. انا بس داير انه تعبان. انت مو شنو يا اخي؟ انت ضبح يا اخي. ضبح؟ هاي انت ما شفت الخروف؟ هاي لك الخروف ده ودونا. احنا اكلنا متاخرين يا اخي، اتغدينا متاخرين وجينا طوالي. شوف نودي وين؟ اكلنا ما اكلنا لازم ناكل. ليه؟ هي كده اكبر هالندين المضبح ليك ما اكرمك. يا اخي الشاي ها صار؟ خليك بلحلح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله الليله شرفتونا. شرف الله قدرك يا رفاعي. اهلا وسهلا. الله يبارك. والله البلد دي من غيركم ما تساوي شيء. الحمد لله رجع. لكن انا سمعت قالوا راجع. لكن نعم شنو بقينا مربوطين بهناك كمان. مربوط يعني. اصل شنو فصل شنو؟ والله انطرتوا كان قعدتوا. البلد دي غير ما بتلقوا. والله يا حاج الرفاعي. مش الرفاعي؟ خليك كلمك ود العم سعد. شوف يا عبد العاطف. ده ود عمي الرفاعي، ود عمي المجذوب، عمي لزق. ود عمك بس؟ الله. شوف يا عبد العاطف. ايوه. سعد وسعيد ديل اولاد عمي حسين. نحن تربينا في حوش واحد، وبيت واحد. يعني انا بقول لعمي حسين ابوي حسين. وسعد وسعيد بيقولوا لي ابوي ابوي المجذوب. صحيح. شنو ليك؟ والله انتوا اخوان لزق. لكن اولاد عمي ديل يتغرب صغار. عندنا الغربه قصد قلوبهم شويه. سعد العمي قدامك ده برقته ذيك تاني ما جا الا مرتين. الجايه الاولى وفاه ام الحرم. الله يرحمها. رحمه الله عليها. والثانيه وفاه ابوي الحسين. الله يرحمه. الله عليها. هالخطره دي الجايه الثالثه.
ولا انا غلطان يا سعد؟ لا الله كلامك صح. اما سعد ذاك حكايته حكايه. يا دكتور يوسف عن اذنك انا ماشي الوقت اتاخر. دقيق انت لسه بتنوم بدري؟ طبعا يا سيدي عشان اصحى بدري. ها وانت؟ انا يا ريت اقدر انوم. ليه؟ انت مش متاكد من سلامه موقفك؟ 100%. تاني في شنو؟ لو في حاجه اكيد كان اتصل عليك. مالك يا زول؟ في شنو؟ جرس الباب جرس الباب. اكيد ده يكون صاحبك دكتور كمال. خليك بفتح انا. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور يوسف موجود؟ ايوه موجود. في الحقيقة أنا مشيت النادي ما لقيته، قلت احتمال يكون في البيت. جداً، أقول له منو؟ الرايد عز الدين. أيوه الرايد عز الدين، له موجود، تفضل 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 يا أخي. يا دكتور، إن شاء الله نتلاقى بكرة في الجامعة يا أخي. طيب، السلام عليكم. لقيته برا ده دكتور جعفر. في الحقيقة دكتور جعفر ده يعني زميل دراسة وطفولة، وإحنا في الحقيقة من منطقة واحدة يعني، وهو بدرس في الجامعة. كفاية يا دكتور، أنا ما سألتك منه. لا ما أنا قلت يعني يمكن دي مجرد زيارة عادية لدكتور يوسف الصديق اللي عرفناه قريب. البيت واضح مش كده؟ قصدك كيف عرفت البيت مش كده؟ صح صح صح. لو تذكرت أنا شغال شنو كنت هتعرف دي مجرد زيارة لصديق وعنصر في قضية هامة بتهم أمن البلد. من كده ان انا متهم؟ ده مكان وجهوا فيه اتهام يا دكتور. هدى مالك يا بنتي؟ قولي بسم الله. هدى اصحي يا ماما اصحي حبيبتي. في شنو؟ بتكوركي مالك يا بنتي؟ انا كفايه كده الوقت اتاخر. انا في الحقيقه كلامك ده كله قبلته لانك في بيتي. يا دكتور لا يمكن انسان زيك ما قادر يفرق بين اشياء واضحه. اذا كانت دكتوره ليلى شكت وكلمتك انت متستر مش كده؟ لسه يا دكتور ما في جهه وجهت لك اتهام. كلامك ده معناه شو؟ إنك بريء وما لك علاقة بالعصابة دي. فعلا ما عنده أي علاقة بالعصابة دي. لكن أنت معاي إنه الشبهة موجودة خصوصا لما يتعلق الأمر بحياة إنسان. قصدك شو؟ قصدي سعيد. ولا نسيته يا دكتور، عن إذنك أنت محتاج ترتب أفكارك وتنوم. يا هدى لكن ما في غير عمك بلال. يا سلام يا عم بلال. عم بلال مرحب مرحب ابو الله دايما بلوك عم بلال صحتك كيف؟ كم هون؟ ما ذكرته؟ مو واحد؟ واحد، أي ما ذكرته؟ ها أنا منو؟ والله يا ولدي ما متذكر. نسيته يا عم بلال؟ توريني يا ولدي. لما سعد. سعد. التيمان. تيمان. تيمان. سعد وسعيد أولاد حسين. كفاية عم بلال كفاية، ما تبكي. عم بلال صلى على النبي. الله.
واحدة يا عم بلال. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. لا في أحد يا عم بلال. أنا حاسيني والله حاسي جايب لك معي يعني شيء من ولدك مرسل لك. ولدي منو؟ أنا ما عندي ولد. أنا حتى ما عندي ولد. تفضل. ولدك جابر. جابر هلا راح جابر ولا رفاعي. قلت لك ما عندي ولد. أنا الحقيقة هو بس مرسل لك حاجة معاي يعني أنا قلت ها أجيب لك معاي. ما تخش يا ولد. لا أبوك تعود فيك والله يا جابر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم بلال ولدك يمكن مرسل لك المرة دي عشان تحج بيها. أقبلها منه. كتر خيره كتر خيره. القروش ما ندعينا القروش ما ندعينا. لا علينا بنمشي ولاقي مرة ثانية إن شاء الله. يا عم بلال أنا بمشي معاه. هدى ردي. هدى أبوك ده بدأ معاه المرض وهو هناك وبره في الخارج. يلا يا إخلاص تأخرنا. هدى أنت ليه ما عايزة تتكلمي معاي؟ أنا عايزة أعرف ليه؟ بعدين يا ماما إذا أخرنا. لا ما بعدين. كله من أبوك. هدى اللعنة وحسسة إنها هي أزيد من الناس. بس ترى أقول لك حاجة يا هدى، أنا عايزك تعرف حاجة واحدة، إنه أنا أمك ولما تجي اللحظة المناسبة هتعرف الحقيقة كلها. شفتي؟ يعني في حقيقة تانية غير اللي احنا بنعرفها. وين الحقيقة يا ماما؟ وين بابا؟ قصدك شنو؟ أبوك خلى المستشفى بمزاجه. منو دخل بابا المستشفى؟ منو يا ماما؟ انتي؟ ايوه انا. ليه؟ أبوك كان عيان ولازم يتعالج. هدى الزمن خليها خليها تستمر في الاستجواب حقها ده. ما انا عندها متهمة وانا روحت ابوها. والقروش اللي قدمها لي تفتكر لو كان عارف انها حتصير حوله شبهة كان قدمها؟ شوف انت قلت شنو؟ واضح جدا انه الناس دي عاملين حسابهم لاي حاجه. يعني جايز الليله انا حواجه عباس بالمعلومات اللي جمعتها. الاوراق الاجنبيه؟ والانكر تماما علاقته بيها. طيب انا حكون جهزت المعلومات عن الشاب سليمان والليله ان شاء الله حتكون عندك. لا كويس جدا. اسمع ما في معلومات عن الراجل اللي اختفى لحد الان ما في معلومات. الليله حواجه سليمان بليلى
إذا قالت هو نفس الشاب شافته في المستشفى دي هتكون أغرب قضية في تاريخ البلد. رجعنا المستشفى ده عشان تعمل شنو؟ أنا علي دي روحي أنا ما علي كمان. وأنت قال الخدوش والردوخ دي هتعمل لهم حاجة؟ هتغشهم بيها؟ أنت جاي فين زي ناس يوسف؟ أخي أنا كنت بدي ذا النادي اليمين أنا طلعت النادي اليمين لكن أنت السبب. أنا السبب؟ والله أنا اللي أنغزتك شاب طويل عريض حارس لك ملعب أنا اللي أنغزتك منها وأخرتها شنو؟ ما حدث يعني مرمي زيت كب السودان واسع نعمل عمليتنا ونرزوق زي ما حصلت حاجة ما حصلت شنو؟ هذا الناس كلها حصل كله مننا ما انك انت غبي غبي انا؟ انا قلت لك امشي احرق الشركة اسكت ولا انا قلت لك امشي اكتب اسكت يا اخي انت عايز تودينا في حتة عارف نفسك وين؟ انت بس الزول ما يقول لكم الحقيقة يعني سليمان أبصي خشمك عليك عشان نطلع من هنا وصل دكتور لا يوسف ذا خليل يا رفاعي يا اخي ما تليل لنا راس عمك ده وخليه يستلم الظريف ده يا اخي يا اخي يمكن تكون قروش يا اخي عمك الكبر حد الحير يا عبد العطا اخوي قروش شنو؟ الرايل داير الولد بيستند عليهم يا اخي جابر ده اكد لي ان احنا هناك في الغربه قال لي انا جاي وداني الظريف ده انا شوف يا اخي جابر امه 25 سنه منتظره لحد ما ماتت ما جاء يا اخي انا متاكد قال جاي الدور ده نشوف كلامك ده نحي ونشوف يا الرفاعي انا بقول شنو؟ اخونا سعيد ده يا اخي لو جاء عليك هنا عليك الله امسكه عديل ويتصل علي فورا انا بقوم معك اها سعيد ده كمان حكايته حكايه انت يا اخوان اللي حصل شنو في الدنيا دي؟ اسمع ما وصي على عمك بلال خلي بالك منه عمك بلال ده بتوصيني بيه وانا السلام عليكم عليكم السلام اهلا يا عم بلال ازيك يا سعد يا ولدي الله يبارك فيك شوف يا سعد نعم دايركت اقول لي يا جابر ابوك ما داير له قروش داير شوفتك بس وكان بقت ما عنده طريقه قروش يجيب اولاده ويجي ربما ما عنده طعم ابيع الارض اللي خديها له وبرسل له القروش انا اجيب اولاده ويجي قول له ابوك داير الشوفه يا ولدي الله ان شاء الله وكمان يا سعد ايوه يا سعد يا ولدي قول له ابوك قال لك امك ماتت تحاتي بيك لا ابوك ما هذا تحاتي بيك لما يموت زي ما لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يديك طول العمر يا عم بلال الله يبارك فيك يا الرفاعي يا ولدي يا سعد نعم قول له ابوك بلال والعالي ما لحقت غير الشوفة يا ولدي لا حول ولا قوة الا بالله خلاص بكلمه والله يكلمه بكلمه والله يا عم بلال ما تبكي حافظ على صحتك يا عم بلال سلم على اولاد سعيد الله يبارك وقول لهم في اقرب وقت بكون معاهم ان شاء الله ان شاء الله طيب خليناك عافيه الرفاعي Peace.
الصفار.